بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. جولتنا النهارده سوق الجمعه، زي ما انتم شايفين كده هنشوف ايه الجديد اللي موجود في سوق الجمعه. وسوق الجمعه موجود في سوق التونسي الحضاري على طريق الاوتوستراد اخر سور المجزر الالي. الناس دي بتفرش بره في الشارع كده قدام مبنى سوق التونسي الحضاري عشان تبيع الشغل اللي عندها. هتلاقوا بقى عايزين شغل نجاره، سواء كان بيبان او شبابيك، الموتيل وخشب وحديد، كمان في موبيليا، في اجهزه، في رفايع، شنط سفر، كل ما تتخيلوه هتلاقوه موجود في السوق. في كمان مفروشات بطاطين والحفه وستاير، مخدات، مراتب، كل الحاجات دي موجوده عندنا في سوق الجمعه. بس عايز منكم لفه، هو مش كبير قوي بس عايز منكم لفه ودققه في كل فرش عشان بيبقى فيها كده حاجات صغيره مش واضحه تقدروا تستفيدوا منها لو محتاجينها. سوق الجمعة موجود كل يوم، هو المفروض سوق الجمعة يعني يوم الجمعة بس دلوقتي هم كل يوم موجودين. بس يوم الجمعة بيبقى ليه وضع خاص، خميس وجمعة يعني بيبقى ليهم وضع خاص، بيبقى الفرش أكتر بكتير. يعني الناس اللي ثابتة وقاعدة كل يوم، بصوا هنا ده شغل بورسلين، تاني أسبوع أشوفه بصراحة هناك. زي ما قلت لكم كده الخميس بيبقى ناس كتير قوي بتيجي بتفرش، بعكس باقي الأسبوع يعني هم طول الأسبوع موجودين، لكن خميس وجمعة بيبقى فيه ناس أكتر. بصوا هنا في شغل سماعات، ماوس، في حاجات كتير قوي خاصه بالموبايلات وبالكمبيوتر موجوده في الفرشه دي. طبعا كل حاجه وليها سعرها، وزي ما شفتوا كده في حاجات كتير قوي في العلب بتاعتها. نرجع تاني واقول لكم ان الناس دي موجوده كل يوم، لكن عندك خميس وجمعه بيبقى مميز شويه لان الناس متعوده تنزل عندهم يوم الجمعه، يوم الخميس ويوم الجمعة، فبيبقى الفرش كتير، ناس كتير بتبقى فرشت. لكن الناس اللي ثابتة وموجودة كل يوم موجودين كل يوم، تقدروا تنزلوا في أي وقت تلاقوهم، لكن بيبقى اليومين دول بيبقى الفرش أكتر شوية، الناس أكتر شوية عشان يومين مميزين والناس كلها بتحب تنزل خميس أو جمعة. بصوا بقى عايزين أجهزة كهربائية، دي غسالة أطباق وده ميكرويف، الحاجات دي ممكن تلاقوها شغالة، معظم الحاجات بتبقى شغالة على فكرة. وفي حاجات بصوا ده بوتاجاز بتاع مطعم شكله برضو، ممكن تلاقوا مطعم كامل بيصفي شغله وعرضه قدامكم كده في السوق. بصوا بوتاجازات، الأجهزة دي يا جماعة بتبقى شغالة، في حاجات بيبقى فيها مشاكل هما بيقولوا لكم مش شغال، لكن ايه المشكلة ما يعرفوش. ممكن تلاقوا حاجات بسيطة جدا وتاخدوها وتصلحوها وتبقى معاكم زي الفل، وفي حاجات بتبقى شغاله بتاخدوها شغاله وحالتها تمام. بس يبقى معاكم حد بيفهم في الاجهزه عشان يقول لكم اذا كان حالته كويسه ولا لا. هتلاقوا غسالة، وطبعا بيبقى الاسعار بقى بتفاصلوا زي ما انتم عايزين، انتم عارفين بقى الاسعار في السوق كده بتبقى اهدى شويه من المحلات جوه، بيبقى ممكن تنزلوا معاهم وتاخدوها بسعر كويس جدا. الفرش ده كمان بيبقى عليه حاجات لقط، برضو السرير الفرداني هناك بتبدأ من اول 1000 جنيه، وطبعا موجودة كتير السرير الفرداني والدواليب الفرداني كمان بتبقى موجودة. وبرضو هنشوف حاجات دلوقتي وتشوفوها معايا وبالاسعار. الاجهزة هناك كتير ما شاء الله، يعني عايزين غسالات، تلاجات، بوتاجازات، غسالات اطباق، تكييفات برضو بيبقى فيه موجود، مراوح بيبقى فيه موجود برضو، سخانات، كل الحاجات دي، فريزر افقي او رأسي الاتنين موجودين، الشاشات او التلفزيونات، بس التلفزيون بتبقى اكتر من الشاشات كتير هناك، بيبقى الشاشة سعرها يعني بيبدأ من اول 300 جنيه يوصل ل 500 600 في الحدود دي تقريبا، ما بيزيدش عن كده. بصوا دي علب كهرباء، دي حاجات كبيرة بتالي استخداماتها في اماكن معينة. بصوا بقى الاخشاب سواء كانت بلكونات، بيبان، كل الحاجات دي، او شبابيك كمان، بيبان شقق، كل الحاجات دي بتلاقوها هناك كتير. بصوا السرير الفرداني هنا عند رمضان لقينا عنده الانتريه ده، وكان بيقول لي ب 1500 جنيه. رمضان ده عنده مشكلة، نفسه ياخد محل جوه في المناولة الجديد، مش عارف، ومحاطط ورقه في الحي وبرضه مش عارف ياخد محل، كل ما يشوفني يا عيني يقول لي نفسي اخد محل جوه. بصوا الدولاب الابيض ده كان ب 2500، ده دولاب فرداني، دي اوضة نوم ب 3000، اتنين كومودينو والتسريحة والدولاب والسرير،
دانيش كان ب1500، ده دي فريزر ب3000، وفي كمان الترابيزة دي، ترابيزة سفرة كان بيقولي ب1000 جنيه. بس بقى مش عارفة حالتها عاملة ازاي. ده بيوريني الدولاب، ده دولاب جرار درفتين وب2500. ده الشغل اللي عند رمضان، وطبعا عنده شوية رفايع كده التانية موجودة عنده في الفرش بتاعه، زي ما انتوا شايفين فرشه كبير وموجود كل يوم، موجود كل يوم، ودي فرشته. كمان التلاجات بتاعة السوبر ماركت موجودة، او محلات البقالة كمان برضو، يعني لو عايزين تفرشوا مطعم، عايزين تفرشوا محل، كل الحاجات دي هتلاقوها هناك، واسعارها هتبقى حلوة جدا في متناول الجميع. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، كان فيديو سريع كده، يعني حبيت اعرفكم ايه اللي موجود في سوق الجمعة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو، لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة، كمان ما تنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والتليجرام، كل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم في جولة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.